طبعا اتوقع ما في احد ما يحب الفضاء ولا يحب يشوف الكواكب او النجوم، وقد يكون كلنا صورنا القمر او النجوم بتليفوناتنا. فمع ازمه كورونا قعدنا ندرس الموضوع زياده، وصارت على قولتهم قاعدين في البيت ماكو شيء نسوي، سهرانين ليل ليل، فقررت اني اشتري تلسكوب. فقط اني اشوف عاد النجوم واشوف القمر بشكل عام. مع الوقت حبيت فكره ان انا ممكن اصور القمر، اصور النجوم، اصور السدم، فشريت معدات حق التصوير. ومع الوقت طبعا تطورت الفكره، وقمت اتطور حتى اشتري كاميرا فلكيه. طبعا اول صوره اتوقع يعني اي واحد ياخذ تلسكوب يفكر انه يستعملها فيه هو حق القمر، ومن تشوف القمر على قولتهم كانه ادمان، لازم نشوف شنو فيه بعد موجود اكثر في الفضاء. شاركت باول مشروع كانت صوره الهلال حق شهر رمضان حق شركه إيكاروس، وكان يعني صج بالنسبه لي اول مره اشارك بشيء فعلي مني انا حق مسابقه. بعدها كل صورة أصورها تقريباً تصير غالية علي أقدمها حق جائزة أيبود اللي هي مالت تبع ناسا، اللي هي أفضل صورة فلكية في اليوم، وإن شاء الله لي في المستقبل الفوز بإذن الله. طبعاً نفس ما أنتم عارفين أو ممكن ما يكون شيء واضح، بس الكرة الأرضية تفتر حول الشمس، كذلك هم النجوم تفتر حوالينا، ففي أشياء مثلاً كواكب ما تبين إلا مرة أو مرتين بالسنة أو كم شهر من السنة، كذلك النجوم تفتر حول الكرة الأرضية. عندنا مثلا على سبيل المثال سديم الجبار ما يبين عندنا في الخليج او في القطب الشمالي الا اوقات الشتويه. كذلك ايضا في نجوم وسدم ومجرات ما نشوفها، والسبب ان هي في القطب الجنوبي. وهذه طبعا صور موجوده عندي، مصورها عندي صوره سديم الجبار، وهذه تقريبا اكثر سديم فاقع في السماء، يعني من اسهل السدم ممكن واحد يصورها. كذلك عندنا سديم الساحر، لا هو سهل ولا صعب ولكن يبين معنا في الصيف، وإن شاء الله يكون واضح لكم. أيضا عندنا مجرة أندروميدا، هذه حين وقتها في الشتاء يبين وايد وايد شيء جبار، وهذا أقرب مجرة حق الكرة الأرضية حاليا، أو أقرب مجرة لنا إحنا حاليا. أيضا عندنا سديم باكمان اللي يبين معنا في الصيف، ولو تذكرون باكمان قبل أيام صغرنا كان الباكمان كان ياكل هذا نفس الشكل سبحان الله. فكل سديم تقريبا مسمى لا اسم او لقب قريب على شكله، واكثر سديم بالنسبه لي انا يعني يحرك مشاعر الشخص هو سديم اللقب ماله اي اوف جود، والسبنه سبحان الله كانه عين. السديم عباره عن كذا شغله، اما تكون حضانه حق النجوم او تكون عاكس لنجم معين. والسديم يتكون من انواع الغازات وانواع الغبار الفلكيه او الفضائيه عفوا، ومع الوقت أما يتجاذبون حق بعض إلى أن يتشكل نجم أو يتباعدون بعد انفجار نجم يسبب السديم. وعندنا على سبيل المثال سديم برقع، أو سديم البرقع عبارة عن نجم انفجر قبل ملايين السنين أو من مليارات السنين، وآثاره كان أن تكثير الهيدروجين وتكثير الأكسجين في السماء تطشر، فتقريبا يعني شيء عملاق ما يوصف الحجم ماله، وآثاره بالتصوير يعطينا لون فاقع اللي هو اللون الأحمر اللي هو الهيدروجين، واللون الأزرق اللي هو الأكسجين كذا كما هو موضح في الصورة. كذلك عندنا سديم الزهرة أو الروزت نبيلة عبارة عن حضانة النجوم، ومع الغازات ومع الغبار الفضائي مع الوقت تكون النجوم وتتحضن في هالسديم هذا. مو كل كاميرا تصلح حق تصوير الفلكي، طبعا ممكن أنا أخذ أي كاميرا نايكون أو تليفون أحطها على التلسكوب وأصور، بس اداء الكاميرا راح يصير ضعيف حسب التارجت اللي واحد يبي يصوره. مثلا كاميرا النايكون او الدي اس ال ار تصلح لتصوير النجوم، تصلح لتصوير السدم نفس سديم اوراين نبيلا او سديم الجبار نفس ما هو موضح. كذلك عندنا كاميرات اللي هم الكولد كاميراز اللي هم مرات الفلك، هذه يكون فيها تبريد داخلي يوصل السنسر الى 5 او 35 تحت الصفر بحيث ما يصير في كميه نويز. عندنا ايضا كاميرات خاصه للكواكب نفس ما انا حاطه ان شاء الله حق اليوم، وفكره الكاميرا هذه تصور فيديو يسمونها لاكي ايمجينج، فانا اصور الاف الصور واخذ افضل احسن 10% من الصور هذه اطلع افضل صوره للكوكب. وكذلك للشمس اللي هو ان شاء الله هدف المستقبل حقي، ان يكون في عدسه خاصه ركب عليها كاميرا خاصه حق تصوير الشمس، لان طبعا
لا ركبنا عدسة عادية أو طلينا بالتلسكوب على الشمس قد يكون في يسبب واحد إنه ينعمي بعيد الشر أو حتى كسر العدسات، لأنه يحتاج فلاتر معينة وحادة دقيقة جدا بحيث لا يخرب التلسكوب ولا يعمي الشخص اللي قاعد يستخدم التلسكوب. من أفضل الصور أو أطول الصور اللي صورتها لحد اليوم هو سديم النسر، تقريبا خذ مني 7 أو 8 ساعات هذا التصوير فقط غير تجهيز التلسكوب. المشكلة بالتصوير الفلكي إن إحنا المفترض إن نصور يعني ساعات طويلة، ولكن نلاحظ أن مع الوقت في شيء يخترب، في واير يفتلت، في ماونت يعلق، شيء يصير غلط بحيث أن أنا 7 ساعات تضيع علي واضطرني أصور مرة ثانية. عندنا موضوع التتبع أو الجايدنج، فأنا أخلي التلسكوب ينيشن على نجم معين ويثبت عليه طول الليل، ويكون مثلا باكر أو عقب باكر أصور نفس المكان بالضبط على نفس الفريم بحيث أن أركب لي 200-300-400 صورة، كل صورة مدتها 5 دقائق، فأي هواء أي اهتزاز اي احد يعبر قدام التلسكوب او ليته او اي كان تخرب اللقطه. نفس ما هو موضح لكم حاط لكم مجموعه صور اشياء اللي احنا نشوفها، مثلا لو انا بطل بالسماء ممتازه، السماء ظلمه، هذه النجوم. كذلك اذا صار في مشكله بالتتبع هذه اللقطه، ولقطه واحده مدتها 3 دقائق كذلك حين موضح لكم ان شاء الله. وبالنهايه بعد 7 ساعات من التصوير يجمع لي تقريبا 100 صوره، غير موضوع صور الدارك والفلات والبايس اللي هم يطلعون مشاكل الصور نفسها، مثلا هي الغبار، هي الماي، وهو اي اهتزاز بالكاميرا يوخر لي اياها، حتى قمر صناعي يمر قدام اسمه العدسه يخرب لي اللقطه، بس مع الكالبريشن فريمز الاشياء كلها تروح معي. والنتيجه ان شاء الله بعد 7 ساعات تصوير وبعد ساعات للتعديل الصوره وتكدس الصوره هي النتيجه اللي هي سديم النسر. طبعا مشكله التلوث الضوئي في لها اكثر من حل. اسهل حل ان الواحد يبعد عن التلوث الضوئي قد ما يقدر، مثلا عن طريق ان اني مثلا بعيد عن العاصمه، او نطلع حتى مكان بعيد نفس البر مثلا. طبعا عندنا شيء اسمه البورتل سكيل من 0 إلى 9، 0 افضل ليل و9 اسوء ليل. في الكويت احنا قاعد نصور حاليا البورتل 9 اللي هو اسوء سماء في الليل، يعني فمعناته هذا الشيء ان حتى عيالنا لا شافوا السماء بالليل ما قاعد يشوفون نجوم، يشوفون كواكب اغلب الظن. فاضطر اني اطلع بعيد عن الديره على اساس اني اقدر اصور النجوم بشكل مرتب. طبعا مو معناته انا ما اقدر اصور بالليل، عن طريق فلاتر معينه واحد ممكن يصور النجوم. عندنا فلتر مثلا اللايت بولوشن فلتر، عندنا فلتر نيرو باند فلتر اللي هو يحدد لنا انواع الغازات اللي موجوده في الفضاء، واقدر ايضا انا احدد ويف لينث معين من الضوء يدش العدسه. عندنا فلتر هيدروجين، فلتر كبريت، وفلتر اكسجين. طبعا تصوير بكاميرا مونو من افضل الطرق ان واحد يتجنب التلوث الضوئي. ليش؟ اي كاميرا ستاندرد فيها 4 بكسلات، فعن طريق استعمال كاميرا مونو بلاك اند وايت اركب قدامه فلتر اما لومينس اللي هو كلير او احمر اخضر ازرق، او فلاتر غازيه اللي هم السلفر الكبريت الهيدروجين او الاكسجين. فانا الحين حديت الضوء كله بويف لينث معين، واول صوره وافضل صوره بالنسبه لي صورتها في هالكاميرا هي سديم الروح اللي هو الحين موضح لكم ان شاء الله. عندي لكم صورة بالأبيض والأسود في فقط في اسمه هيدروجين، وعندي لكم صورة ثانية موضحة مركبة بالسلفر اللي هو الكبريت والهيدروجين والأكسجين، وركبت الألوان في ألوان هابل اللي هم مو ألوان فعلية، فقط هي ألوان علمية استعملوها ناسا أساس يفرقون بين الغازات اللي موجودة في الفضاء. طبعا هذه هواية ما هي رخيصة، بس مو معناته أنها مستحيلة، ممكن أي واحد يصور الفضاء مجرد عن طريق تلسكوب وكاميرا هولدر ويحط تليفونه أو يحط DSLR بسيط ويصور الفضاء. طبعا من اهم الاشياء حق التلسكوب بشكل عام ما هو التلسكوب، هو القاعده. اذا كانت القاعده ممتازه راح تامر وياك سنين قدام. حتى في مثل عندنا في التصوير الفلكي بالجروب هذا نفسه ان باي وانس كراي وانس، اشتر مره ابك مره، لان المعدات ما هي رخيصه، بس اذا كانت المعدات سليمه تعيش معاك عمر طويل ان شاء الله. وكذلك في معدات مبتدئيه تصير ممتازه جدا حتى حق اللي وده يجرب بس مو عارف مايته، ومو شرط ليش مجال التصوير من البدايه، ممكن فقط يكون اوبزرفنج او يطل بالعدسه ويشوف السماء ويشوف النجوم. وتبلش هي طبعا من البنوكيولرز اللي هو العاديين الى تلسكوبات ودرجات مختلفه. والرينج مالت الاسعار مختلف حسب الواحد شنو يبي يسوي، هل يبي ريفراكتر اللي هي نفس اللي عندي عباره عن عدسات نفس عدسه الكاميرا، او ممكن يصور عن طريق مرايات اللي هو يكون الشميت كاسجرين او الريفلكتر او الدوبسونيان، والاسعار مختلفه والعالم جدا جدا عميق. واللي حلو بالسمونه هوبي هذا او بالهوايه هذه ان المجتمع العالمي مو بس بالكويت وايد يرحب بالكل، وبالعكس يحبون يساعدون الكل
وانا اللي ساعدني بالعكس الناس اللي كلمتهم وسالتهم ان شنو تنصحون فيه بالذات على الهوايه اللي انا حاب اتوجه لها بالتصوير. طبعا يعطيكم العافيه اول شيء طولتوا ويانا وقعدنا الحين مثل ما انتم شايفين لليل اساس تطلع القمر طلع معنا كوكب الزهره والمشتري وزحل بينوا وان شاء الله اليوم راح نصور لكم اجبال القمر كذلك لقطه كامله حق القمر وايضا ان شاء الله اذا قدرنا راح نصور كوكب المشتري وكوكب زحل فحياكم الله الحين معنا خلينا نجهز العده ونصور الصور. طبعا من الأشياء الحلوة إن واحد يشوفها على الطبيعة إن يشوف القمر أول شيء انظرت له أنا بالتلسكوب هو كان القمر وليومكم مع إن مصورها يمكن مئات الصور مستحيلة من منه يعني أما بالعين أو بالنظر أو بالكاميرا أو على الطبيعة فراح نصور تقريبا ما يعادل 10,000 إلى 20,000 صورة للقمر راح نطلع تفاصيل الأجبال والحفر اللي فيه كذلك راح نطلع إن شاء الله قد ما نقدر لقطة كاملة للقمر وإذا قدرنا ومداني الوقت أطلع لكم القمر على ألوانها الطبيعية طبعا هذه معلومة ممكن الكل ما يعرفها ولكن لون القمر ما هو أبيض ولا هو رمادي فيها ألوان الأزرق واللون الأحمر اللي هما مواد التيتانيوم وأيضا معدن الحديد بس احنا نشوفه أبيض من انعكاس الشمس الفاقع فنشوفه احنا أبيض كذلك إن شاء الله بنصور كوكب المشتري وكوكب زحل وإن شاء الله أن تكون سما صافية بما أن نصورها بشكل واضح ايضا راح نصور تقريبا كل كوكب 2000 الى 3000 صوره راح نختار من هالصور 5 الى 10% من افضل الصور ونكدسهم على بعض ونسوي له شاربنينج وكلر كوركشن بحيث تطلع معنا صوره بالنهايه شيء جدا جدا جميل طبعا عقب ما اصور اي تارجت سواء كانت كوكب او القمر او كان سديم اول شيء اسويه اجهز التلسكوب اجهز العده كامله انيشن القاعده على نجم الشمال بحيث ان تكون قاعده عارفه وين مكانها على الكره الارضيه تالي نسوي شيء اسمه Polar Alignment اللي هو النيشن القاعدة من ثم نختار التارجت اللي بخاطرنا فيه نسوي له فوكس نبلش الجايدنج اللي هو التتبع من التلسكوب بعدين ننطر الموضوع يعني واحد يبي له صبر بالي يصير وسيع أنه تقعد الليل يمكن 6-7-8 ساعات في ناس توصل إلى 100 ساعة على لقطة واحدة تجمع صور وداتا والتعب ما ينتهي هنا عقب ما خلص التصوير راح أخذ المعلومات كلها داخلها بالكمبيوتر وعندي لكم هم المفاجأة لقطة بسيطة من سكرين جراب أنا مسوي حق سديم تريفيد اللي هو يطلع في الصيف تجهيز كامل من البداية إلى النهاية ومعالجة الصورة إلى أن جهزت للإنستغرام أو للموقع وطبعا هذا كله يأخذ يعني وقت ويأخذ جهد ويأخذ داتا يعني أنت لو تخيلون حجم كل صورة 50 ميجا بايت تقريبا فالألفين صورة للقمر أو الألفين لقطة للكوكب تأخذ معي 10 إلى 20-30 جيجا يعني كذا مرة تصير معي لقطة إن فجأة يقول الكمبيوتر بس أنا شبعت وفولت يبي لك هارد ديسك بعد ما نصور الصور عن طريق التلسكوب والكاميرا الفلكية طبعا أنا عندي أكثر من كاميرا عندي كاميرا فلكية كاميرا مختصة بالسدم والغازات فمع الكاميرا الفلكية راح أحاول قد ما أقدر أطلع تفاصيل الكواكب وأيضا تفاصيل القمر راح أحاول قد ما أقدر أطلع تفاصيل الجبال والحفرة اللي بالقمر كذلك نحاول إن نطلع الديتيل وإذا إن شاء الله مداننا نصيد البقعة الحمراء اللي في كوكب الجوبتر اللي هو عمضان المشتري في العربي وإن شاء الله يبين معانا همّن الحلقات أو الرينجز اللي على زحل طبعاً عقب ما نصور اللقطات حق القمر أو حق الكواكب راح أدخلهم على الكمبيوتر عن طريق طبعاً فلاش درايف أو يسمونه هارد ديسك من ثم أدخلهم كذا برنامج عندنا أول شيء برنامج PIPP اللي هو Picture in Picture Processor راح يختار لي أفضل صور ما بد 2000 صورة أو 5000 صورة أو 20,000 صورة ويصفي لي إياهم حسب اهتزاز الكاميرا حسب اهتزاز الجو ثم أخذ أفضل 30% من هالصور أو 15% وأكدسهم على بعض راح يعطيني ماستر فوتو عبارة عن 300-400 صورة من 2000 أو 30,000 صورة بعدها دخلها برنامج ثاني اللي هو اسمه Registax 6 اللي هو مختص حق الكواكب وحق القمر أيضا وراح أقدر أتحكم بكل طبقة من الصورة من بيكسل لبيكسل أحدد الشاربنس ماله بحيث تطلع لي صورة وايد أوضح نفس ما أوريكم إن شاء الله الحين راح أشوفون صورة القمر قبل وبعد أول شيء تصير شوية بلير صورة تالي تشوفونها وايد واضحة حتى تفاصيل الجبل
جدا واضحه فيها. كذلك نفس الشيء بالكوكب المشتري وعفوا كوكب زحل. طبعا انا التلسكوب اللي عندي مو مختص بالكواكب، بس مع الوقت ومع الكاميرات المعينه هذه بدأت اطلع فيه تفاصيل. يعني هذا هم يعني التلسكوب يعني ما قصر على قولتهم، اعطاني اداء اكثر من ما توقعت منه، وفي اشياء مختصه للكواكب واشياء مختصه للسدم. هذه الامانه مختصه للسدم، بس يعني نتيجتها بالكواكب وبالقمر شيء يعني على هالمستوى ما توقعت حصل كذي. فبعد ما اخلص التكدس والبروسيسنج كامل ادخلها فوتوشوب، اتاكد ان الالوان سليمه، الالوان كالبريتد، في كلر كولكشن اذا كان في مشكله، واخر شيء حسب اختيار ذوقي اذا بخلي القمر ابيض واسود او في الوان الطبيعيه. وايضا ان شاء الله راح اوريكم الصورتين، واحده عاد الطبيعيه، وصوره ثانيه اللي كانت بلاك اند وايت او مونوكروم. وهذا الحين بتشوفون النتيجه ان شاء الله لنهايه التصوير ونهايه السهره الليل. عندنا الحين القمر وكذلك اجبال القمر، وعندنا كوكب المشتري وكوكب زحل. اتمنى ان يعني هالشيء ممكن مو الكل يشوفها بالليل، واتمنى تعلمون عيالكم بالعكس عن النجوم وعن السماء. ايام قبل كانوا هم الفلكيين، هم كانوا العرب، حتى اسامي النجوم ليومكم اسامي عربيه نترجمها بالانجليزي فقط. عندنا نجم نار السيف ونجم الدبران، هذه كلها اسامي عربيه. فحلو ان جيل الصغير يتعلم الشيء هذا. واذا كنتوا حابين تشوفون السماء على طبيعتها، انصحكم تروحون يا بر السالمي او بر صوب عبدلي او صوب المطلع وشوفوا السماء بالليل، بالذات بالصيف، وقد يكون تشوفون انتم درب التبانه اذا صورتوها حتى بكاميرا التليفون. للأمانة أنا جربت كذا نوع من أنواع التصوير، لكن شفت نفسي وايد أفضل يعني في البوتري واستمريت فيه الحمد لله. أنا السيناريو التصوير أخذ من الأشخاص اللي أبي أصورهم، وعلى حسب المكان اللي يختارونه وطريقة اللبس اللي بيلبسونه من هنا أنا أركب السيناريو اللي بسويه على الصورة نفسها. يعني الشخص اللي يتفق معي على التصوير أنا أسأله أول شيء شنو اللبس اللي تلبسه، على أساس أنا أركب لك المكان اللي أنت تبيه وركب لك الصورة اللي تبيها ونطلع بالنتيجة اللي انت ببالك. يعني ممكن ساعات يكون على حسب المناسبة اللي تكون موجودة، مثل الأعياد الوطنية عندنا، أو مثل اللي هابين فيه الحين الهالوين، ما هالوين الموسم هذا. أنا تقريبا أدواتي تكون ثابتة يعني بين الكاميرا والفلاش، يعني أستخدم نادر ما أستخدم فلاشين، لأن أحب ألعب بالإضاءة يعني بالصورة. فيعني أي لوكيشن أروح له بس معي كاميرتي معي فلاش، يعني أعتمد على اعتماد كلي خصوصا الفلاش. الأمانة أنا استديو ما اشتغلت فيه وايد، لكن اشتغلت بالإندور مع المحطات الخاصة، وهم اشتغلت أكثر بالأوتدور. بس يفرق التصوير بين الإندور والأوتدور خصوصا بالإضاءة، ويختلف من شخص لآخر على حسب الميكب ولون الملابس، فوايد أمور تختلف بين الإندور والأوتدور. لكن أنا أشوف نفسي يعني بالأوتدور وايد أفضل، وخصوصا بالوقت هذا الاندور مو مرغوب يعني عند الناس، يعني قليل ما الناس تصور الاندور. بالاوتدور احب استخدم الفلاش، يعني بالنهار ليل فلاش على طول معاي، يعني حتى لو كان في ضوء الشمس ما اعتمد عليها اعتماد كلي، اشوفها افضل من بدون فلاش كنقاوه الصوره عندي. يعني لما اصور بدون فلاش ما يعطيني التفاصيل اللي انا ابيها، يعني خصوصا حق الناس اللي تدقق بالصوره نفسها، لما ندش عليها زوم ان راح تشوف التفاصيل مو واضحة بالصورة نفس ما تصورين بالفلاش. وهو من ناحية الأدوات بالنسبة لي أنا ما يختلف معي قلت لك، لكن كتصوير تجاري أو العادي على حسب هم شنو يطلبون مني حق تصويرهم، سواء التجاري أو العادي. فالأغلب خصوصا التجاري يعني أغلبهم يبون صورة يقدرون يفرغونها على أساس هم يعطونها حق المصمم الشركة ويسوي لهم البوستر ونزلها. وأنا اشتغلت بهالمجال وايد يعني مع شركات، والحمد لله نزلت لي صور وايد يعني حق البوسترات الكبيرة اللي بالشارع. الابتكار التنوع بالصور يعني هذا الشيء يميز المصور يعني، وأنا دائما أحب أتميز بصوري وأطلع عن المألوف عن باقي المصورين. يعني لو تلاحظين الأغلب صورهم كلها متكررة، بس أنا حبيت أميز روحي، ودائما يعني الأفكار اللي تطلع لي أحب ألف من مخي، يعني ما أخذ من صورة، ممكن في بعض ما أخذه، بس الأغلب أنه يعني
من خيالي يعني ألف وأرسم بنفسي وأصور بنفسي بعد. يعني مثال عندك صورة هنود الحمر، وعندك صور الأبيض والأسود، وفي عندك كذا صورة أنا عارضهم مثل ما تشوفونهم. هذا كله من يعني من خيالي، يعني مو مستوحي صورة يعني من شيء معين، وأركبها على الشخص اللي قدامي أو على نفسي حتى، وهم ساعات أنا أصور نفسي. يعني بالنسبة حق لقطة الهنود الحمر أنا تنوعت فيها بالتصوير، ولكن اختلاف الألوان هذا كله يلعب بالبرنامج الفوتوشوب طبعاً، مو بالكاميرا نفسها. الكاميرا نفسها ممكن أنا ألعب بالإضاءة، أغير من مكان لآخر خلال التعديل. أنا من نفسي أحب أغير، يعني ما أخلي كل الصور نفس الشيء. قصة الصورة مالت ولدي هذه جت لي الله يسلمك، كان حزتها كان في توعية حق مرضى السرطان حق الأطفال، فجت لي الفكرة هذه ورسمت على وجهها وحطيت له طريقة الكمام يعني اللي هم يحطونه، وبس يعني حبيت أشاركها فيه مع المتابعين، والحمد لله يعني حازت إعجاب الكثير يعني، وأثرت بناس وايد يعني، وأنا وايد قريبة مني هالصورة. الأمانة طريقة أو الرسم بشكل عام يعني موهبة اكتشفتها على عيالي، كنت شاري لهم ألوان هالتلوين على الوي، وقلت لهم تعالوا أنا ألون لكم. فمن أول تجربة جربت شفت نفسي إن أنا اللي قاعد أسويه يعني مو شيء بسيط، يعني أبدعت يعني بالرسم اللي سويت لهم. من هنا عاد بدأت انطلاقتي في إني أطور نفسي بهالمجال هذا، وتعلمت أساسياتها، ومنها أساسياتها طريقة تسوين الجروح مع الجروح، وقمت أسويها على نفسي وسويت منها ورشات. يعني منها ورشة الغزو ب2018 سويتها، ودعمني تلفزيون الكويت حزتها أذكر، سويت لي تغطية والحمد لله توفقت فيها يعني، وكل يوم عن يوم أطور نفسي يعني بالمجال هذا. أنا الرسم يعني من كثر ما أبدعت فيه صرت أستخدمه، يعني خليني ما أحتاج حق الفوتوشوب يعني. فلو تشوفون ترى أغلب الصور هذه اللي معروضة مو كلها تعديل فوتوشوب، يعني كلها شغلي دي أنا اللي بسويهم. للأمانة جودة التصوير تعتمد على اللوكيشن نفسه والمودل نفسه اللي أختارها، والملابس اللي هي بتلبسها تكون لايقة على المكان اللي بصور فيه طبعاً، وغير الميك اب يكون متناسب مع الملابس، وتكون ملمة يعني بالبوزات اللي بتعطيني اياها. هالشيء وايد يأثر على جودة الصورة يعني. للأمانة يعني أنا شغلي دائماً يكون جاهز، وأنا ما أحب أنوع يعني بالعدسات خلال التصوير، خصوصاً بالبوتري ما يحتاج كذا عدسة، بالأخص يعني بالأوتدور. يعني سواء ساعات استخدم أنا 85 وساعات استخدم 70-200، يعني اثنيناتهم أنا أشوفهم وايد بيرفكت حق تصوير البوتري. ف يعني هالعدستين ثابتين معاي وفلاشي وبس، يعني هذا اللي استخدمه أنا على طول، ما استخدم شيء ثالث. وللأمانة أنا أغلب شيء عندي صور الفنانين، وهم أكثر شيء يعجب الفانز الفنان نفسه، وهم المتابعين يعني المهتمين حق أمور التصوير ما أقدر أختار واحدة، يعني كلهم ما شاء الله يعني الناس حبتهم. أقرب صورة لي وأحب صورة عندي صورة ولدي. للأمانة يعني تصوير البوتري أنا ما أشوفه مجال سهل يعني إن أي واحد يدخل فيه، لكن اللي يبي لازم يتعلم أساسيات التصوير أول شيء، وتكون عينه حلوة بالتصوير نفسه بعدها ينطلق ويصور البوتري. في عندنا وايد مصورين ما شاء الله يعطون دورات في هذا المجال، ممكن هم يدخلون يتعلمون عندهم ويبدعون إذا كانوا هم حابين الشغلة هذه. اليوم راح أصور موديل إن شاء الله. أنا اخترت العواميد الموجودة هنا بهذا المكان لأن في بالي كذا زاوية بأخذ منها حزة الغروب، وهم مفكر أصور إن شاء الله بالليل مع الإضاءة نفسها الموجودة بالمكان نفسه، وإن شاء الله نطلع منتاج تعجبكم.
مشروع تصوير اليوم تصوير موديل طبعاً، أنا اخترت الحديقة هذه أتصور فيها لأني معتاد من الأول أن أصور، لأن أحب الزوايا اللي فيها من الأشجار الموجودة والمدرجات، يعني طبيعتها وايد حلوة وحق التصوير تعجبني يعني وايد. السيناريو اللي حطيته اليوم طبعاً المعدات اللي احتجتها شيء بسيط كلش، بس اللي هو الكاميرا والفلاش اللي معاي، بس هذا اللي استخدمته يعني حق التصوير. كنت متعمد ان هالحزة اصور فيها لان كنت ابي حزة الغروب طبعا عشان استغل اضاءة الشمس مع الفلاش، لان احب لعبة الاضاءة بالفلاش مع الشمس تطلع نتائج حلوة فيها. طبعا العدسة انا اللي اخترتها عدسة 85، هي وايد قريبة مني واشوفها الانسب حق تصوير البوتري. في مصورين يستخدمون عدسات ثانية منها 70 200 24 70، هم حلوة لكن انا افضل 85 خصوصا بالاوتدور حق التصوير الخارجي وايد ممتازة. طبعا اللي يميز العدسة هذه انا احب فيها العزل وايد، وانا احب استخدمها بالتصوير الخارجي عادة. طبعا العدسة هذه يميزها العزل اللي فيها، لكن ما فيها زوم إن زوم أوت، يعني اللي بيصور فيها لازم أنت تقدم وترجع نفس الوقت، مثل ما أخذت مع الموديل توا الصور الكلوزات والأوت، صور كاملة وصور نص، وخذيت لها على الفيس. طبعا أنا أخذت حق الموديل تقريبا 50 صورة، وهذا أقل شيء أخذه، أخذ أكثر. نوعت طبعاً بالزوايا اللي صورت فيها، منها المدرجات اللي موجودة، منها غصن الشجرة الموجودة هناك والممر مع الحديقة نفسه، من الصور نفس ما قلت قبل شوي فيها كلوزات، فيها صور كاملة حق الموديل نفسها. للأمانة يعني من بين 50 صورة أنا أغلبهم عجبوني. طبعاً بعد جلسة التصوير أنا أدز الصور كلهم حق الموديل وأخليها تختار الصور اللي تناسبها، وبعد أنا أسوي له إديتنج بالفوتوشوب وأعدل لها شوي رتوش وأرسل لها الصور مرة ثانية. طبعاً أول شيء البرنامج اللي استخدمه أنا استخدم الفوتوشوب. بالنسبة حق التعديلات للأمانة أنا ما أحب أعدل وايد بالصور خصوصاً حق البنات، بس عيوب البشرة طبعاً لازم أشيلها، التنعيم ما أشوف له داعي، ممكن أدمج البشرة شوي، وساعات استخدم فلاتر يعني إذا بلعب بالألوان الصورة أو الخلفية، بس مو كل مرة يعني، الأغلب تحب صورتها طبيعية تكون يعني. التعديلات الثانية تطلب مني على حسب، في بعضهم مثلا تقول لك أبيك تنعم بشرتي وايد، يعني يسمونها بشرة بلاستيك أو الباربي بعضهم يسمونها، في أغلبهم مثلا ضعف لي خشمي، شيل الأقلوق مثلا أو الوي أو الجسم، في منهم يطلبون في منهم لا يعني عادي. للأمانة أنا أشوف الصور وايد بيرفكت وايد حلوة، والعوامل اللي ساعدتني طبعا المكان بشكل كبير والجو والإضاءة اللي أنا وزعتها والموديل ما شاء الله عليها وايد ساعدتني طبعا بالشيء هذا، وهذا اللي يميز الصور يعني.